ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصادر مطلعة أن شخصا في عقده السادس فارق الحياة في الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين بمدينة الجديدة أثناء ممارسته الجنس مع خليلته. وبحسب نفس المصادر فإن الهالك متزوج كان بشقة بحي المطار رفقة خليلته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فوق جسدها في الساعة الأولى من يوم الاثنين، حيث يرجح أن يكون سبب الوفاة سكتة قلبية. هذا وانتقلت المصالح المداومة إلى عين المكان، حيث حضرت فرقة الشرطة القضائية والعلمية وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات قصد التشريح الطبي من أجل الوقوف على أسباب الحادثة. كما تم وضع السيدة التي كانت رفقته تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معها حول مجريات الواقعة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.